بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم. ضيفنا في هذا اللقاء هو الشيخ صالح حسين عمر المسيبلي، الوكيل المساعد لقضاء الأوقاف. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم، حياكم الله، وفرصة سعيدة أن نلتقي بكم هنا في عدن. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الشيخ صالح، في البداية أقرأ عليكم هذا السؤال الذي رمز إلى اسمي بميم عين عين. يقول: ما رأيكم مشايخنا الأكارم في رجل مرض ولم يستطع أن يؤدي الصلاة ومكث في فراشه مريضا مدة 40 يوما، ثم توفي، وهذا المرض جاء في رمضان، يعني أنه بدأ من آخر شعبان، من 20 شعبان، واستمر، وبيقول في العام الماضي، فلم يستطع الصوم، فما يجب على أهله، وما حكم تركه للصلاة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أن المريض مرض 40 يوما ولم يستطع أن يصلي ولم يستطع أن يصوم شهر رمضان، فالجواب يجوز لأوليائه، أولياء الذين من بعده، أبنائه أو أعمامه أو زوجته أو بناته، أن يصلوا عنه تلك الفروض المؤقتة وهي 40 يوما، وأن يصوموا عنه، ولو صام عنه حتى غيره وبنية القضاء عن ذلك المتوفى لجاز. وأما الصلاة فينبغي للمريض أن يصلي كيفما أمكن، سواء كان مضطجع وسواء كان بإيماء، ولو إيماء قال العلماء ولو أومى بعينيه لكفاه، فلو مات خلاص تسقط عنه، لكن ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. لكن لو لم يستطع ولم يستدرك الصلاة في وقتها وهو مريض ولم يصلي ولو بالإيماء، فيجوز لورثته أن يصلوا عنه وأن ينووا ذلك قضاء عن أبيهم أو عن يعني قريبهم، قريبهم من كان، نعم من كان، فيجوز ذلك أن يقضوا عنه الصلاة لأنها حجزت ب40 يوما. أي نعم، فيجوز قضاءها، وكذلك الصيام يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى حق أن يدع. نعم. شخص صالح، بعض الناس بيعتقد أنه إذا مرض أو عمل عملية ورقد في المستشفى أنها تسقط عليه الصلاة، ماش عارف أنه لا تسقط الصلاة إلا على من زال عقله. نعم. فنشد الأخوة المواطنين ونقول لهم أعزائنا الأكارم، نقول لهم أنهم يصلوا كيف ما كانت الحالة. نعم. وما يجبش عليهم القضاء ولو فيه أي شيء. نعم، الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة. نعم. والصلاة فرضت حتى في ميدان الجهاد. أي صلاة الخوف. نعم. يصلي صلاة الخوف، فيصلي كيف ما أمكنه المريض، سواء مضطجع على جنبه وسواء بإيمائه نحو القبلة، يتقبل القبلة ويصلي، ولو إيماء برأسه، فتسقط عنه إذا مات. نعم. أما إذا شفي يقضيها. وهذا السؤال من الطالب أحمد علي خالبي، يقول: أفتونا مأجورين في من يتعاطى السجارة في نهار رمضان بحجة أنها ليست بأكل ولا شرب ولا شرب. هذا الجواب أنه لا يجوز تعاطي السجارة في نهار رمضان، كما أنه لا يجوز أن يتعاطى الإنسان أكلا أو شربا أو شيئا مفطر، يعني من الحواس، من المسام الخمس، أي من السمع أو البصر أو الأنف، فلا يجوز أن يتغذى بشيء يفطر صيامه. وكذلك السجارة فهي كذلك تفطر للصائم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صح. فهذا الريح، الرائحة التي تأتي للإنسان من الصيام، هي أطيب عند الله من ريح المسك، فيجب على الإنسان أن لا يتعاطى لا شرابا ولا أكلا طوال نهار رمضان، ولا سجارا ولا شيء. نعم، ولا شيء، فهي مفطرة صحيح بإجماع العلماء، جزاكم الله خير. وشهر رمضان لحرمته ولو كرامته، ولا يجوز أن يفطر الإنسان، لأنه وفيه أجر عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أي من كان حاضر مقيم فليصم شهر رمضان. أما المسافر فرخص الله سبحانه وتعالى له أن يفطر مدة سفره ثم يقضي. نعم والمريض كذلك رخص الله له أن يفطر ثم يقضي. والحائض والنفساء كذلك تدخل في أوجب الله عليهم أن تفطر القضاء بعد ذلك وأوجب عليهم الإفطار وجوبا. نعم وجوبا نعم. وهذا من الطالب عبد الرحمن سلطان المليكي يقول هل يجوز التبرع خرج من رمضان هذا هل يجوز التبرع بالدم من إنسان إلى إنسان آخر أم لا يجوز؟ وهذا الجواب كذلك إذا أمكن بأن يتطوع الإنسان بشيء من دمه لا يفقد حياته هو شخصيا يجوز ذلك وخصوصا إذا أمر به طبيب مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فإذا أحيا نفس يحييها فكأنما أحيا الناس جميعا فله أجر كبير له أجر كبير يتبرع بالدم له أجر عظيم. نعم أجر عظيم وثواب كبير ومأجور عند الله وسيعوضها الله بدلا من دمه خيرا من دمه. وهذه السائلة ألف حاء عين زاي لم تقل من أي منطقة هي وإنما قالت هل يصح لمن كان جنبا أي أنه لم يغتسل من الجنابة بعد أن يأكل ويشرب بغير من هذه الأشياء أيضا هل يجوز أن ترضع الأم طفلها إذا كانت ما زالت في جنابتها؟ الجواب يجوز ذلك فالجنب هو ليس نجس الجنابة ليست بنجاسة وإنما يترتب على ذلك أشياء فإذا أجنب الشخص أي ينام مع زوجته فعليه أن يغتسل فإذا لم يريد أن يغتسل يجوز له أن يتوضأ ثم يأكل ويشرب ويستأنف النوم مع زوجته إذا أراد ذلك وكذلك الزوجة يجوز لها أن بعد الوضوء أن ترضع ابنها وأن تأكل وأن تشرب فإذا جاء وقت الصلاة يغتسل ويصلي فالجنب لا يجوز له أن يصلي إلا إذا تغسل ولا أن يقرأ القرآن إلا نعم. إذا اغتسل أما بقية الأشياء لا بأس بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يصبح جنبا فيغتسل ثم يصلي. نعم. وهذا السؤال الثاني من نفس السائلة تقول سمعنا أن المرأة الحائضة لا يجوز لها أن تغتسل في يوم الجمعة عجيب هذا السؤال ولا تغسل ثيابها أيضا في رمضان كذلك لا يجوز لها أن تغسل أي شيء من ثيابها ما رأي الدين في هذا؟ الله سبحانه وتعالى أوضح مشكلة الحائض فيقول ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاجتنبوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرنا فإذا طهرنا فأتونا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالمرأة إذا حاضت يجوز لها أن تغتسل ويجوز لها أن تغسل ثيابها كما كان نسوان الصحابة رضوان الله عليهم ما فيش مانع ولا وإنما يحرم عليها الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن ما دامت حائض فإذا قضت حيضتها اغتسلت وصلت. ويجوز لها أن تغتسل أثناء الحيضة ولكنها لا تزال يعني لا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل تماما وهو أن تطهر أن تنقطع حيضتها. والحيض يعني أغلبها 7 أيام بلياليها وأقله يوم وليلة وأكثره 60 يوما فيكون حيض ونفاس. هذا السؤال الثالث بتقول السائل نفسها ما حكم من قرأت القرآن أي ختمت القرآن ما من قبل أن تتزوج ثم انشغلت وأنجبت ولم تستطع بعد الزواج والإنجاب أن تقرأ القرآن مع البيت والأطفال فهل هي آثمة؟ لا ليست آثمة. ونستدرك يعني في حق الحائض مسبقا قلنا أنه مدة 60 يوم هذا تلك النفساء هذا النفساء النفساء أما الحائض 10 أيام 15 يوما فقط وبعد 15 وعلى خلاف بينهم أيوة. في من قال 10 أيام أكثر أيوة بارك الله وأقل له 3 أيام أيوة
وكذلك هذا السؤال، ما دامت كانت تقرأ القرآن ومواظبة على قراءة القرآن قبل أن تتزوج فلها أجر عظيم، وينبغي ننصحها بأنها تستمر على قراءة القرآن مهما كانت مشاغلها ولو شيء يسير، فليست آثمة، وإنما هي يجب أن تقرأ القرآن، فقراءة القرآن فيها فضل عظيم وثواب جسيم، ولا تتركها ولا تتركها إيه. نعم، ونعمة عظيمة أنها قرأت، ونعمة عظيمة. نعم، وبعدها في أوقات مع النساء كثيرة، أوقات الفراغ وأوقات تفرضوا نعم. وهذا إحنا ما سجت القرآن نعم. ننصحها لا تهجر القرآن، لا تهجر. بارك الله فيك. شكرا لكم. هذا السؤال من عبد الله علي محمد مخنجل، قال: ما قولكم أيها العلماء في من أفطر في شهر رمضان ظانا غروب الشمس وتبين له بعد أن أفطر خلاف ذلك، وفي من تسحر ظانا بقاء الليل وتبين له خلاف ذلك، فما حكم صيام كل منهما؟ نعم، إذا كان أفطر ظانا أنه غربت الشمس ثم بانت الشمس فله أن يمسك ثم يقضي يوما بعد رمضان بدل ذلك اليوم، فقد حدث في زمن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يوم غيم فظنوا أنها قد غربت الشمس، فأفطر الرسول وفطر من معه ثم ظهرت الشمس، فهكذا أمرهم بعد ذلك أن يقضوا ذلك اليوم. وأما إذا تسحر ظانا أنه ليلا ثم ظهر أنه نهار فكذلك يمسك ذلك اليوم، يمسك وينقضي بعدها بيوم بعد رمضان إن شاء الله. بعد رمضان نعم. هو حرم لليوم نعم. هو قد باسمه ما بيش عليه الذنب، ما بيش عليه الذنب لأنه تسحر أيوه. بيسوى الله أنه نعم. طفى الكهرباء قال رسول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه نعم. وما استكروا عليه بارك الله نعم. فإذا نسي في نهار رمضان وأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أسكاه الله فإنما أطعمه الله. هذا كان نسيان حديث، هذا النسيان نعم. النسيان ما بش عليه، ما بش عليه إيه. وكذلك الخطأ رفع عنه مثلا الخطأ نعم. والنسيان هذا هو خطأ نعم. هو أكل عمد بيصلى عدو لي نعم. تبين له أنه قد لأنه نام وقام وأكل نعم. وهذا السؤال من الطالب محسن محمد أحمد الرداعي من الرداع الرياشي الكحلان، يقول: ما قولكم أيها العلماء في زكاة الفطر، متى يدخل وقتها وكم قدرها، وما الحكم في من أخرها عن وقتها لنهاية رمضان؟ ما نهاية رمضان عدو وقته أيوة. هو أيوة. وقتها من النصف الأخير من رمضان، فإذا جاء النصف الأخير من رمضان وجبت، وهي تجب على كل مسلم ومسلمة صغيرا أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، وقدرها صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب كما يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب إخراجها من النصف الأخير، فإذا لم تكن معه وأخرها فلا بأس عليه في أديها قضاء. وأما إذا جاء العيد وصلوا صلاة العيد ولم يخرجها فتعد بعد ذلك صدقة ولم تكن زكاة، أما إذا أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة، فتؤدى إلى مصلحة الواجبات أو إلى من يهم من يجمعها ثم ينفقها على الفقراء والمساكين، ويجوز أن يؤديها المساكين الذي عندها أو حوله. نعم. فإذا عندما نقول لي يعجلها من نص رمضان من أجل المساكين المحتاجين لأجل العيد. نعم زال العيد. وإذا وهو آخر وقتها طبعا يوم العيد، إذا خرجها يوم العيد فهو جاهز. جاهز. بس أعتقد أنه قبل الصلاة. قبل الصلاة. قبل صلاة العيد. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة. ومن أبدها بعدها فهي صدقة. هي صدقة من الصدقة. نعم، الرسول يقول: أكرموهم في هذا اليوم، أغنوهم. أغنوهم في هذا اليوم. لازم ما يبقاش فقير ولا مسكين، والأجل يتمتعوا بالعيد مثل ما بيتمتع به الآخرون. شكرا لكم على هذا اللقاء، وإن شاء الله نلتقي مثل هذا اللقاء الطيب. إن شاء الله. شرفتمونا وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. وجزاكم الله خير. الله يحييكم. شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ صالح محسن المسيبلي، صالح حسين المسيبلي، الوكيل المساعد لقضاء الأوقات. وشكرا لكم أيها الإخوة الأعزاء، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.